I'll answer the question in reverse order, if you don't mind. I'll talk about the chemical weapons first and then the larger question. With respect to chemical weapons, أحداث عم تتسارع وشعوب عم تطلب الحرية. خليكم معنا بموجز أخبار سوريالي لنقرأ ونحلل بس بطريقتنا السوريالية. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في موجز جديد من أخبارنا السوريالية. معكم أنا مازن من وراء المايك. وفي العناوين لهذا الأسبوع: هالة دياب فرقة رابعة، وفيق حبيب يغني لجنيف ثلاثة، مرسوم رئاسي يقضي بهطول المطر. أهلا بكم. كشفت الكاتبة السينيه هالة دياب أن السوريين في أوروبا يواجهون أخطارا عديدة، في مقدمتها الموت نتيجة الصدمة الثقافية أو الكالتشرال شوك وفق تعبيرها. وأوضحت دياب في مقابلة على البي بي سي أن المئات من السوريين لقوا حتفهم في لندن وبروكسل وباريس بسبب عدم إجادتهم للغات الأجنبية وجهلهم بآخر صرعات الموضة في موسم شتاء ربيع 2014. وأشارت دياب التي تحمل شهادة PhD إلى عدد من الأمثلة التي أصابت سوريين قدموا إلى أوروبا مؤخرا، حيث توفي العم أبو اسماعيل عبد الصمد بعد أن قالت له جارته الفرنسية أورفوار بدلا من كيفك عمي أبو إبراهيم، التي كان معتادا على سماعها من جيرانه في سوريا. يشار إلى أن الموت بالصدمة الثقافية هو أحد أعلى أسباب الوفاة عالميا، ويتقدم على الإيدز والملاريا والحروب والمجاعات وبراميل بشار الأسد وصواريخه. تحت شعار بلطوا البحر وأعلى ما بخيلكم اركبوه، يستعد النظام السوري للمشاركة في الجولة المقبلة من مباحثات جنيف بخصوص الأوضاع في سوريا. وأوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المرحلة المقبلة ستتمحور حول الانتقال من شعار الأسد أو نحرق البلد إلى شعار الأسد أو لا أحد، بالإضافة طبعا لمحاربة الإرهاب وحماية المسيحيين والأقليات، وهما البندان اللي بيكونوا ضمن باكيج واحد. وحصل سوريالي على تسجيل حصري لأغنية بعنوان جنيف 3، يستعد الفنان وفيق حبيب لإطلاقها بمناسبة جولة جديدة من المفاوضات. جنيف 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 3 مع المايسترو عبد الدافع الكاشي وعازف الأورغ أبو دحار. انت قاعدة ما تضحكي يا لونا، واحنا اللي بالجبهة التعنا ابونا. يا معلم دخيلك لا تخجلنا، والله فاضحنا وين ما رحنا وجينا. يا فيصل يا فيصل آخ يا فيصل، دخيلة للنظارة، حاجة تجاوب الصحف بكل جقارة. يسلم المنطن فرو يا بثينة، شبهك شبه البصارة اللعينة. مرتي بتغلي على العشاء حبي، والله انك احلالي من الزعبي. قال بيان صادر عن تنظيم القاعدة أن التنظيم ما له خبر وما له دريان بأفعال الدولة الإسلامية في العراق والشام، مشيرا إلى أن الطرفين فكا الشراكة بينهما وفضوا وسيري.
واستنكرت الجماعة ممارسات الدولة الإسلامية التي تتسبب في مقتل العديد من المدنيين وتدمر البنية التحتية للبلاد، معتبرة أن هذا النهج بعيد عن نهج القاعدة الرائدة في احترام حقوق الإنسان وخاصة حق الحياة وحرية التعبير. وارتأت جماعة القاعدة إصدار هذا البيان منعاً لأي خلط بين الدولة الإسلامية في العراق والشام والقاعدة، متخذة لها أسوة حسنة ببشار الأسد الذي بيّن مرات عدة أنه لا علاقة له بأخطاء الأجهزة الأمنية أو استخدام الأسلحة الكيماوية أو قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة أو بوجود آلاف المعتقلين في المعتقلات السورية. وأكدت جماعة قاعدة الجهاد العالمي أنها مستعدة لتشكيل لجان مصالحة وحواجز مشتركة مع الجيش النظامي في سوريا والعراق لإثبات حسن النية والتصدي للفتنة والعدو المشترك الذي يحارب الإنسانية وينشر الفكر الظلامي. كما أعلنت أنها على استعداد للجلوس إلى طاولات المفاوضات مع الكفر الأمريكان للوصول إلى حل سياسي يضمن إنهاء الأزمة العراق-شامية. تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية من علماء وخطباء مساجد سوريا جاء فيها: سيادة الرئيس القائد المؤمن الدكتور بشار الأسد، وفقه الله لما فيه خير البلاد والعباد. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان لدعوتكم الكريمة للمواطنين عامة ولأئمة المساجد وخطبائها لإقامة صلاة الاستسقاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء مع التوبة إلى الله بأن يغيث البلاد ويكرمها بالمطر بعد طول جفاف استجابة عظيمة من المواطنين ظهر صداها في مساجد دمشق وسائر المحافظات. فارتفعت الأكف إلى الله سبحانه بالدعاء والابتهال والتضرع، واستغاث الناس به سبحانه بأن يغيث البلاد بالأمطار وأن يرفع عنها البلاء والفتنة. وقد استجاب ربنا سبحانه للأصوات التي ارتفعت إليه وأغاث البلاد بالأمطار والثلوج، ولله الحمد والمنة. وإنا لنسأل الله سبحانه كما أغاث الأمة بالمطر أن يغيثها برفع البلاء والمحنة عن سوريا، وأن تسير البلاد بقيادتكم الحكيمة المؤمنة نحو غد مشرق تعيش فيه سوريا بطمأنينة وأمان وازدهار، ولعل استجابة الله تعالى لدعاء الأمة بالأمطار والثلوج بشائر لاستجابته بالنصر والفرج القريب، إنه سميع مجيب. نجحت قواتنا الباسلة في تدمير نفق يمتد لعشرات الكيلومترات وبعمق 300 متر تحت الأرض يصل بين محافظة طرطوس السورية ومدينة طرابلس اللبنانية، ويستخدمه العراعير ومقاتلو جبهة النصرة والإرهابيين وعناصر الموساد وأفراد ما يسمى بالجيش الحر وأعضاء تيار المستقبل ورجالات بندر بن سلطان وعملاء قطر والسعودية والأردوغانيين وأحفاد الاستعمار والوهابيين والصهاينة وآخرين. وتمكنت قواتنا الباسلة من تدمير النفق بتقنية عالية ودون أن يحس المراقبون الأمريكان بأي شيء. وذكر موقع دام بريس الإخباري المهني أن تدمير النفق جاء عن طريق تكرار قسم من شريط المراقبة بنفس الطريقة التي اتبعها كيانو ريفز في فيلم السرعة الجزء الأول، حيث تم القضاء على جيش بتعداد 50,000 نسمة من كل الجنسيات. وأثارت قصة النفق حفيظة شريحة واسعة من المواطنين، خاصة محبي الدكتور بشار ومعارضي الحكومة التنفيذية، حيث انتقدوا بشدة أداء الحكومة الركيك والبطيء في تنفيذ مشاريع أنفاق الأمويين والعباسيين ومشروع المترو، في حين تم بناء هذا النفق الهائل الحجم بنفس المدة الزمنية التي استغرقها تصميم وإنشاء نفق العباسيين. واعتبرت شريحة من مؤيدي النظام أن هذه الضربة ستكون قاضية فيما يخص تزويد المعارضة المسلحة والمجموعات الإرهابية بالسلاح، في حين نفت مجموعة من الشبكات الإخبارية الوطنية الخبر، ولم يصدر أي نفي أو تأكيد لهذا الخبر من أي جهة عسكرية أو رسمية. كان هذا موجزنا من الأخبار السوريالية لهذا الأسبوع، أخبار أكيدي بعد سيني من هلأ، ولا تنسوا تسمعونا على موقعنا سوريالي.com. صار فيكم تولفوا على راديو سوريالي على الـ FM
كل يوم من 6 إلى 9 بإدلب وحلب ولادية على 99.6 وبالشام وحمص وحما 103.2 على هوا سمارت. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014.